بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، هذا لقاء جديد في خواطر التدبر. الحقيقة نحن بحاجة اليوم أن نتدبر هذا القرآن استجابة لنداء الله عز وجل، ليس من باب حب الاطلاع ولا حب زيادة المعلومات أو المتعة، لا، التدبر هو استجابة لنداء الخالق عز وجل عندما قال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فبدأنا قبل عدة حلقات بتدبر سورة سيدنا يوسف. هذه السورة أيها الأحبة سورة عظيمة جدا، فيها من العبر والمواعظ والحكم، فيها إسقاطات على واقعنا نحن اليوم. في كل آية من آيات سورة يوسف، بل كل آيات القرآن، طبعا هذه قاعدة تنطبق على كل القرآن، هناك عبرة تفيدنا في علاج مشاكلنا اليوم. تأملوا معي أيها الأحباء، قلنا في اللقاءات السابقة إن إخوة يوسف عملوا مؤامرة للتخلص من هذا الطفل الضعيف الطيب الذي كان يواسي أباه، وسيدنا يعقوب من المستحيل أن يخطئ ويفضل ولد على ولد، إنما كانت محبة سيدنا يعقوب لسيدنا يوسف لأنه صغير، طفل صغير فقط. فإخوته الكبار العصبة الأشداء أخذوا حقهم من الرعاية عندما كانوا أطفال، فجاء دور هذا الطفل الصغير ليأخذ حقه من الرعاية. إخوته الكبار حسدوه على هذه المحبة وأرادوا أن يتخلصوا منه، وذهبوا به وألقوه في الجب وعادوا يبكون، وقالوا لأبيهم: أكله الذئب. فالأب هنا كما قلنا كان لديه قوة الصبر، قال: صبر فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. هذه روعة الإسلام أيها الأحبة، مهما كان الحدث عظيما هناك إله عظيم تستعين به وتلتجئ إليه، يمنحك قوة غريبة جدا، قوة الصبر. الآن بعد أن حدثت هذه الأحداث، سيدنا يوسف كان في الجب، والله أوحى إليه عز وجل أنه سينبئهم بهذا الأمر وهم لا يشعرون، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الحقيقة أيها الأحبة، في هذا الموقف من الذي أنقذه؟ هو الله. من الذي كان معه؟ هو الله. طفل صغير ربما عمره 7 سنوات أو أكثر، هناك خلاف في التفاسير، ولكنه دون البلوغ، لم يبلغ أشده بعد. على الرغم من ذلك كان الله معه، حفظه وهو في غيابة الجب، في أعماق الجب وفي ظلمات الجب. جاءت سيارة، السيارة هي القافلة التي تسير ويحتاجون للتزود بالماء كل فترة، وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم. الوارد هو الذي يحاول أن يدلي بالدلو، يرسل هذا الدلو أو هذا الوعاء ليلتقط أو يحمل كمية من الماء ويرفعها ويسقيها للناس ليأخذوا حاجاتهم من الماء. فأدلى دلوه وإذا بسيدنا يوسف يتعلق بهذا الدلو ويصعد. قال: يا بشرى هذا غلام. استبشر به خيرا، قال: هذا غلام. طبعا هنا أسروه بضاعة، والله عليم بما يعملون. الحقيقة الذي يعني أمسك بسيدنا يوسف أراد أن يبيعه لأحد الأشخاص، فهو طفل صغير، لم يسألوه عن أهله، لم يسألوه عن من أين جاء، من الذي فعل به ذلك. كل هذا يعني كانوا لا يقدرون قيمة هذا النبي الكريم،
الذي سيصبح ملكا لأعظم دولة، وشروه بثمن بخس، دراهم معدودة، يقال 7 دراهم، وكانوا فيه من الزاهدين، زهدوا في هذا الغلام. هل أنت الآن هناك من يزهد في حقك؟ هل هناك ممن حولك من لا يقدرك؟ ثق تماما أن الله يقدرك وقادر على أن يجعلك في أعلى منزلة إذا أراد سبحانه وتعالى وإذا أخلصت. وشروه بثمن بخس، بخس قليل، يعني ولا تبخسوا الناس أشياءهم. طبعا يعني سيدنا يوسف، هل أموال الدنيا تساوي قيمة سيدنا يوسف؟ طبعا لا، هو غال عند الله سبحانه وتعالى، ولكن مقاييس البشر تختلف عن مقاييس الخالق عز وجل. مقاييس البشر دائما ضعيفة، دائما محدودة، لا ينظرون. لو كانوا يعلمون أن هذا سيصبح ملكا لمصر في ذلك الوقت بعد سنوات اختلف الوضع تماما، لكن يجهلون ذلك. فهذه الآية أيها الأحبة هي علاج لكل من يشعر بضعف في داخله، لكل من يشعر أنه ليس له قيمة في محيطه، لكل من يشعر أن الناس لا يهتمون به، أن أهله أو أقرباءه أو جيرانه أو أصدقائه لا يقدرون قيمته، ليقرأ هذه الآية: وشروه بثمن بخس، دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين. زهدوا هذا الغلام الذي سيجعله الله ملكا بعد سنوات. وقال الذي اشتراه من مصر، هذه المرة الأولى التي تذكر فيها كلمة مصر في سورة يوسف، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا. يعني حتى إكرام هذا الطفل ليس من أجله، هم لا يقدرون قيمته، بل لينتفعوا به، ليستثمروه، ربما ينتفعوا من خدماته. عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. يعني هذا السيد الذي اشتراه من مصر، عزيز مصر، ليس لديه ولد، كان لا ينجب الأولاد، وجاء هذا الغلام فحظي برعاية كبيرة منه ومن امرأته. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه، من الذي ألهم هذا الرجل أن يكرم سيدنا يوسف؟ هو الله. إذا كنت تعاني من ذل، من مشاكل، من نقص، الله هو القادر على أن يسخر لك من يدعمك ويكرمك ويعطيك. ولكن ثق بالله أكثر، استجب لنداء الله، قل يا رب أنا أستجيب لندائك وأعمل وفق أوامرك واتق الله سبحانه وتعالى، ستجد أن الدنيا كلها تسخر من أجلك. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. خلال سنوات من الإكرام والرعاية والتعليم والحظي برعاية كبيرة، قال تعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. إذن هنا القرآن ينقلك، انظروا أيها الأحبة عبر كلمات، قلنا هذه قاعدة غريبة في القرآن، ينقلك عشرات السنين في كلمة واحدة أحيانا أو في 3-4 كلمات. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. هذه الآية قيلت، أو هذا الكلام قيل، عندما كان سيدنا يوسف مضى على اختفائه ربما يوم، يعني هو فقده والده
في اليوم الثاني ربما قال هذا الكلام، ولكن هنا تأتي الآية: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. وكذلك مكنا تدل على مضي سنوات. لم يدخل القرآن هنا في تفاصيل لا تهم القارئ، هذا الإعجاز أيها الأحبة. لم يقل لك فعل كذا وعمل كذا، كل هذا الكلام لا يهمك كقارئ تريد العبرة. أخذك مباشرة إلى الهدف المطلوب، تمكين سيدنا يوسف في الأرض. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. أيضا أنت هل تشعر بضعف؟ كن مع الله ليمكنك في الأرض. هل تشعر بذل أو بظلم أو بنقص؟ كن مع الله عز وجل، والله سيسخر لك من يمكنك في الأرض، كما مكن سيدنا يوسف، أخرجه من ظلمات الجب وجعله في بيت إنسان غني عزيز مصر، ومكن له ولنعلمه من تأويل الأحاديث. أيضا حصل على تعليم ممتاز بتسخير الله له. ولنعلمه من تأويل الأحاديث، هنا أيها الأحبة تأويل الأحاديث هو تفسير الأحلام وأشياء أخرى. يخطئ من يظن أن تأويل الأحاديث فقط تقتصر على الأحلام، لا، تأويل الأحاديث يعني أي حديث أنت تنطق به له تأويل، أي آية في القرآن لها تأويل، ولكن نحن لا ندرك تأويل هذه الآيات التأويل الدقيق. الله تعالى علم سيدنا يوسف كيف يؤول معاني الكلمات والعبارات، بحيث أنه حتى الأحلام كان يفسرها ويؤولها، لأن أصعب تأويل للأحاديث هي أحاديث المنامات أو الأحلام، فكان قويا جدا في تأويل الأحاديث، في تفسير الأحلام، معرفة معاني الكلمات، معرفة الجمل، معرفة المقصود. لذلك كما سنرى عندما سجن سيدنا يوسف عليه السلام، وضع في السجن، أخبر من معه بالطعام الذي يأتيهما قبل أن يأتيهما، كان يخبرهما بأشياء ستحدث في المستقبل، هذا جزء من تأويل الأحاديث. ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هل تحب أن تكون من هؤلاء الذين لا يعلمون؟ بالفعل أكثر الناس لا يعلمون. أحبتي في الله، هذه الآية تدل على مصدرها الإلهي. لماذا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم لو كان كما يدعي المشككون والملحدون أنه نبي أتى بالأساطير، لماذا يأتي بقصة مليئة بالعبرة؟ اقرأوا هذه القصة في الكتب السابقة المحرفة، ستجد الكثير من الكلام المحرف الذي لا تفهم منه شيئا، هنا كل كلمة في مكانها. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، تحذير لك أيها الإنسان أن تكون من هؤلاء، يجب أن تكون من زمرة سيدنا يوسف الذي مكنه الله في الأرض وعلمه من تأويل الأحاديث، وكان الله غالبا ومهيمنا ومسيطرا على كل شؤونه. فإذا أردت النجاح، أردت أن تصعد إلى أعلى مراتب في الدنيا والآخرة، اجعل الله سبحانه وتعالى يتولى شؤونك، سلم أمرك إلى الله، سلم حياتك وكل شيء، علمك وحياتك وأمرك وهمومك ومشاكلك، ضعها بين يدي الخالق عز وجل، واعلم أنك تتعامل مع إله رحيم عظيم، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن شاء الله نستكمل هذا التدبر في لقاء قادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.